ونحن مستعدون لتقديم دعم لازم وضروري في هذه الظرفية وتوسيع مجهوداتنا الثنائية مع كل من الطرفين الروسي والأوكراني لحل هذه القضايا. وفي بروكسل قد التقيت منذ عدة أيام مع كوليبا وبحثنا كل هذه الأمور، وقد دعوت السيد كوليبا إلى تركيا ومع الوزير سيرجي لافروف تبحثنا حول الممرات الخضراء واتفاقية اسطنبول. كل هذا يدل على نتائج دبلوماسية. طبعا نحن نبحث مسألة تبادل الأسرى، ونحن نعطي نبذة قوية لكل هذه المرتكزات الأساسية. وأيضا هناك مشكلة تتعلق بالأزمة الغذائية، وقد قمنا بحل هذه الأزمة، وبفضل كل هذا نحن نعتبر أنه آن الأوان لرفع كل العقبات أمام الحبوب الروسية والأسمدة الروسية. والأمم المتحدة تفهم أن الأمين العام للأمم المتحدة يساهم مساهمة كبيرة في هذه العملية والمسارات. مع السيد غوتيريش قد تبحثنا حول كل هذه الأمور وسلمنا هذه المقترحات لتذليل كل هذه العقبات والحواجز. وأيضا بحثنا هذه القضايا مع الزميل البريطاني، وبحثنا ضرورة المجهودات يجب علينا اتخاذها لحل كل هذه القضايا الخاصة بالحكومة الروسية والأسمدة. ومع الوزير نحن تبحثنا معه حول المسألة السورية. نواب وزراء خارجية الدول قد أجرينا مباحثات في موسكو بشأن هذه القضية السورية، وأتمنى وأعتقد أننا نتوجه إلى مع الوزير سيرجي لافروف بجزيل الشكر على إجراء كل هذه المشاورات والمناقشات. وسيرجي لافروف ألقى كلمة استهلالية أثناء هذه الفعالية، وجميع الأطراف قد أبدت مواقفها، وجميع الأطراف يجب أن يتعامل بشكل نزيه وشفاف. لا يمكن حل هذه الأمور في جلسة واحدة، ولكن الحوار يجب أن يتواصل فيما بعد، وهذه المشاورات يجب أن تتواصل فيما بعد لكي تكون مثمرة وبناءة على مستوى نواب وزراء الخارجية. ولاحقا عند الحصول على مزيد من المعلومات سوف نخبر وسائل الإعلام. وأيضا بحثنا المسألة الليبية، وأنا الأوان لإجراء انتخابات شفافية ونزيهة في هذه الدولة، وجميع العناصر في هذه الدولة يجب أن تتوحد. طبعا هناك كثير من المجموعات المسلحة في هذه الدولة، وليبيا ويجب حل هذه القضية في ليبيا، وطبعا يجب تضافر المجهودات في هذا المسار. وسوف نكون في اتصال دائم مع روسيا ومع أصحاب القرار الأخرى. اليوم بحثنا المسائل الخاصة بالقوقاز والأمور الخاصة بين أذربيجان وأرمينيا، وروسيا أيضا تساهم مساهمة كبيرة في هذه الأزمة ما بين الطرفين لكي يكون حل سلمي بين أرمينيا وأذربيجان للتوصل إلى إحلال السلام في منطقة القوقاز. فيجب أن تتخذ هذه الخطوات في هذا المسار، ونحن في اتصال دائم مع روسيا. في يوليو تركيا سوف تترأس في منصات أخرى
تضاف المجهودات وأثناء رئاستنا في اسطنبول كان يجب إجراء هذه اللقاءات، ولكن بسبب الحرب في أوكرانيا لم يتسنى لنا إجراء مثل هذه المناقشات والحوارات، وسوف نقوم بكل ما في وسعنا لكي يكون حوار بناء دون أي دوافع سياسية. وبلا شك وبلا ريب اليوم أثناء حوارنا ولقائنا تطرقنا إلى المسألة الأفغانية وأظهرنا مواقفنا تجاه المسائل المختلفة في هذه الدولة، وإن هذه الرسالة يجب أن توجه إلى قيادة حركة طالبان. وأيضا بحثنا مسألة قبرص، وطبعا هناك مسائل مثل تعاوننا على أساس من التكافؤ مع هذه الدولة. إذا ما تحدثنا عن الأجندة الاقتصادية التجارية وتعاون بين دولتين، فيجب أن نسير قدما، وأيضا تطرقنا المسائل الخاصة بالطاقة والغاز ومحطة الطاقة في أكويو. أول إطلاق محطة سوف تجري في 26 من أبريل، وبطبيعة الحال مسألة الطاقة من أولوياتنا. إذا ما تحدثنا عن السياحة، فأكثر من 5 ملايين سائح روسي توافدوا على تركيا، ونحن نأمل أن يزور أكثر من السياح الروس دولتنا تركيا. ولدينا أجندة مثقلة، ونحن في اتصال دائما، وسوف نستمر القيام بكل هذا مع الوزير سيرجي لافروف. وأنا أوجه الشكر لمع الوزير على زيارته إلى تركيا.